السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا في الفيديو الثالث أو الجزء الثالث، راح نهضروا فيه على سرعات معينة ولا سرعات مميزة ببعض من الأجزاء. قبل ما نتعرف على هذه السرعات، راح نهضروا على ما يسمى بالتفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي راح يمشي لنا في هذه الوحدة، راح يمشي بالنسبة إلى وسط تفاعلي. إحنا باش ننمذج تفاعل كيميائي مش لازم نكتب معادلة تفاعل. معادلة تفاعل كيميائي. مش رايحة تكون معادلة التفاعل الكيميائي بتاعي، رايحة تكون ألفا أ زائد بيتا بي، وش تعطيني؟ جاما سي زائد دلتا دي. نعاود، ألفا أ، ألفا والبيتا والجاما والدلتا معاملات استوكيومترية، الأ والبي متفاعلات، السي والدي نواتج. نعطيكم مثال، عندي هنا معادلة راهي حاضرة معايا، أمل وكاتما أكو زائد معادلة خمسة أف أو دو بلس كو زائد ثمانية عش بلس أكو، وش هتعطينا؟ أمن دو بلوس زائد خمسة أف أو طلا بلوس زائد أربعة أشتين أو مثلا هذه المعادلة عندنا هذه الجهة متفاعلات، وعندنا هذه الجهة نواتج. المتفاعلات تاعنا هما الأمل وكاتما اف او دو بليس والاش بليس، النواتج امل دو بليس اف او دو تروا بليس اش دوزو. وش عندنا تاني؟ عندنا المعامل ستوكيومتري تاع امل وكاتما هو واحد، المعامل ستوكيومتري تاع اف او دو بليس خمسة، معامل ستوكيومتري تاع امل دو بليس واحد، معامل ستوكيومتري تاع اش نير هو أربعة. أربعة، هذه معادلة التفاعل عامة. دوكا احنا في الدرس اللي فات ولا في الاجزاء اللي فاتت هضرنا على سرعه التفاعل، معناها كامل التفاعل تاعي، ما يهمنيش تاع متفاعل او نواتج. دوكا نبداو نخصو، مره ندرس متفاعلات مره ندرس نواتج. لو كان ناخذ هذا الطرف او هذا الطرف، واش معناها نواتج؟ دراسه النواتج، وهذه النواتج عباره عن مواد متشكله او مختفيه. هذه المواد تكون متشكلة أو مختفية. متشكلة بطبيعة الحال، وعلاش؟ باسكو هي اللي تنتج المتفاعلات. هي اللي تكون هي المختفية، هي المختفية، هي المختفية. لو كان نبداو نهضرو على النواتج وحدها كسرعة، واش نقدر نحسبو لها؟ سرعة التفاعل. سرعة، اسكو سرعة التفاعل، سرعة التفاعل معناها هذه كامل سرعة التشكل. التشكل، وهنا وش حتكون؟ اختفاء، سرعة الاختفاء. رايحين ندرسوها غير في اللحظية، متوسطة قلتكم نادرة ونتاح. هذه سرعة التشكل، سرعة الاختفاء. كلا السرعتين راهم يدوروا في حجم معين، معناها وش قادر نحسب؟ سرعة، السرعة الحجمية للتشكل. مش قادرة نحسب السرعة الحجمية للاختفاء، الحجمية للاختفاء. مش رايحين نبدأ، رايحين نبدأ بهذا الزوج أولا، بعد نروحوا في حاجة أخرى. إذا أولا سرعة التشكل، سرعة التشكل شكون نهتم بما تهتم؟ تهتم بالنواتج. النواتج بالضبط، كمية نواتج المادة متشكلة. الناتجة ولا المتشكلة، نكتب المتشكلة أحسن، المتشكلة كمية المادة. يا أخي تفهمنا وقلنا نرمزو لها N، نومبر دو مول، كمية المادة، كونتيتي دو ماتيغ N. إذا مثلا حبيت ندرس سرعة التشكل أمان دو بليس، واش نكتب؟ N أمان دو بلوس، ولا واش نكتب؟ ان امان
دوبلس. جيد. في سرعة التفاعل قلنا هو تغير في مقدار X، خطش التفاعل يهتم بالX. هنا سرعة التشكل باش تهتم أسكن بالX ولا بالآن؟ الآن. الآن، والآن قلنا هي عبارة عن كمية مادة متشكلة. إذا تعريف سرعة التشكل هو مقدار، هو مقدار تغير، اسكت الاكس، نقول تقدم اكس. نعم. هو مقدار المادة المتشكلة، كمية المادة المتشكلة. المادة المتشكلة. ان. هذا المثال خذينا، راح ناخذ المثال تاعنا. أمان دوبليس. خلال الزمن. باش نقدر نخرجوا في تعريف السرعة، سرعة التشكل. السرعة اللحظية كيفاش رمزنا لها؟ VM. في هذيك سرعة متوسطة، أنا قلت في. هنا سرعة التشكل في خاصة بشكون في هذه الحالة؟ الأمن. لو كان قلنا مثلا خاصة بالدي، كيفاش تقولي لي؟ في دي. دي. دوك حنا واش رايحين نديرو؟ في ناخذوا المثال باش تعرفوا في أمان دوبلس. في ونكتب تحتها المتشكل المدروس. في سرعة التفاعل في الله حليها، قلنا بما أنها تتعلق بالإكس قلنا دي إكس على دي تي. دي تي. وش رأيكم هنا وش حتكون؟ دي أن على دي أن دي تي. أنا دوبلس على دي تي. واضح؟ نعم. دي أن على دي تي. إذا وش من منحنى خارجة منه؟ قلنا دايما نشوفوا هذا معناها مرسوم أنت أمان دوبليوس بدلالة الزمن. بدلالة الزمن تي. نرسم المنحنى. هذا المنحنى اسكو كمية المادة تاعو راح تزيد ولا تنقص؟ متشكل ما كانش ولا كاين؟ اسكو راح تزيد؟ راح تزيد. قادرة تزيد من الصفر، قادرة تزيد من عند قيمة معينة. حنا واش رايحين نديرو؟ تزيد من الصفر، ناخذ الروتينية. رايح تزيد من الصفر. هنا واش حيكون عندنا؟ تي. الزمن تي. وهنا واش حيكون عندنا؟ الآن. أمان. أمان. هنا دايما عندنا نظام انتقالي، نظام دائم. هذه شو راح نعتبروها؟ ان امان دوبليس فينا. فينا. هذه راح تكون الصحيح. قادرين قلت لكم نبداوها من عند قيمة معينة، تكون عندها كمية مادة ابتدائية. احنا راح ناخذوها ما عندهاش كمية مادة ابتدائية. يكون عندنا تدريجات. زوج، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، واحد. مثلا نقول لكم حساب سرعة التشكل عند اللحظة مثلا أربعة سكون. معنى هنا خيرنا سكون. مثلا هنا نخيرو مينيمو. وش ندير؟ وين نلقاو دي؟ دي معناها ميل. كيفاش نكتب ميل؟ هو ميل مدام دي معناها مجال صغير. ميل المماس. المماس عند اللحظة أربعة سكون. لازم تديرو سينو ما عرفتوش السرعة في التمرين، ما تقدروش تحلوها. ومن بعد لازم عليا نكتب القانون في تاع امان في هذه الحاله. نتوما يقدر يكون نيمبورت ماده واحده اخرى تساوي دي ان على دي تي. دي امان على دي تي. ومن بعد رياضيا اسكو انا اللي نحسب الدي ولا الدلتا؟ دي. اسكو انا اللي نحسب الدي ولا الدلتا رياضيا؟ دلتا. دلتا ان امان على دلتا تي. هنا نروحو نرسمو المماس نفس الطريقة تاع قبيل. نعين هاي أربعة، نعين نقطة التقاطع على المنحنى، ومن بعد نحكم نرسم المماس عن هذيك اللحظة بحيث الزاوية اللي تكون منا والزاوية اللي تكون تقريبا متساوية. تقريبا متساوية. بارك الله فيكم. ونرسمو المماس بالتقريب يكونوا متساوي. متساوي حتى يتقاطع مع محور التراتيل باش ما تعاودش طيح.
حتى يتقاطع مع محور قطراتي. دوكا بالتقريب قلنا الزاويه اللي من تكون مساويه للزاويه اللي من، ونحسبوا ناخذ دائما هذه وش داله تشبه داله التالفيه، نحسبوا لها الميل بطريقه معينه، ناخذوا المثلث. انا دائما نفضل النقطه اللي تقاطعت مع محور التراتيب مع النقطه المختاره نرسم لها اللمس. هذا بما انه يوازي هذا وشنو دلتا اكس دلتا دلتا ان، الاكس يكون في سرعه التفاعل، هنا عندنا ان دلتا ان سرعه التشكل، وهنا واش حيكون دلتا تي. واش لازم نديرو اسقاط، نديرو الاسقاط، ولازم نعرف شكون هو تي 2 تي 1 ان 2 ان 1. هنا ان امان 2 ناقص ان امان 1 1 على تي 2 ناقص تي 1، وراح الان 2 3 بالتقريب 3، وراح الان 1 1، وراح التي 2 4 4، وراح التي 1 0 0. نحسب 2 4 اسمها 4 اللي هو 0.5 الوحده مليمتر على السكون. السكون منين عرفتها؟ مينيمون على السكون، هذه سرعة التشكل. ولكن هذه سرعة التشكل مش قلنا نقول لا نقولوش، ولكن عندنا حاجة نحسبوها. إذا تهنينا من سرعة التشكل وش عندنا؟ السرعة الحجمية الحجمية للتشكل. طيب طريقة حساب السرعة الحجمية للتشكل، السرعة الحجمية للتشكل معناها راهي عندنا مع تفاعل راهو يحدث في حجم معين. تعرف لها دوكا السرعة حجمية للتشكل، سرعة التشكل قلنا هي مقدار تغير كمية المادة المتشكلة خلال الزمن. باش نزيد لها الحجمية بالنسبة للحجم أو في وحدة الحجم، الحجم هو مقدار تغير كمية المادة المتشكلة، مثلا احنا تاعنا هي الامان، خلال الزمن في وحدة الحجم. الحجم وش معناها؟ القانون وش حيولي؟ في 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 احنا مثلا خيرنا امان امان تساوي بوحدة الحجم، معناها عليه من نقسمها واحد على على حجم الوسط التفاعلي، الحجم الكلي انا نسموه حجم توتال، على دي ان امان على ديتي. ديتي وش معناها؟ معناها اللي راني حسبتها هنا نقسمها على حجم الوسط في التمرين. هذه بالنسبه بصفه عامه سرعه الحجمين للتشكل، لكن كاين طريقه واحده اخرى ولا عباره واحده اخرى نقدر نحسب منها سرعه الحجمين للتشكل. نحب نخرج من هذا القانون قانون واحد اخر الى سرعه حجميه تاع التشكل. نعلم ان كميه الماده المتشكله تاع امان تقدر تساوي تركيز امان مضروب في حجم الوسط التفاعلي. اسمع عندي الحق، في بلاصه ان امان نعوض بهذه، نعم الحق. وش نديرو؟ في في امان تساوي واحد على بيتا في دي نفتحو قوس تركيز امان دبلس بلس على في في توتال نضغطو القوس على ديتي. الحجم اللي مدهولكم اسكو راح يتغير؟ الحجم اللي مدهولكم اسكو راح يتغير؟ لا ماهوش راح يتغير. اذا راح يخرج من الاشتقاق، واش راح يديري؟ في توتال قسمة في توتال دي تركيز على ديتي. في توتال على في توتال وش يصير لهم؟ اختزلوا. اختزال. وش يولي للعبارة الجديدة؟ دي تركيز امان على دي تي. وش معناها؟ اسكو راح نجبدها من هذا المنحنى دوك؟ نعم. اسكو راح نجبدها من المنحنى تاع ان بدل الزمن تي؟ تبدلت دوك. راح نجبدها من المنحنى تركيز. تركيز بدلالة الزمن. بدلالة الزمن معناها التركيز تاع امان بدلالة الزمن. الزمن. تي.
وراح يكون عند المنحنى تركيز بدرجة زمنتي. كيقول لكم احسب السرعة الحجمية راح نعتبره بالقانون مباشرة. ورانا نشوفوا باللي هنا الميل كيفاش هو يزيد ولا ينقص. يزيد او يزيد، اذا حيكون موجب او سالب. موجب. حيكون موجب، فالعبارة راح تقعد بهذه الطريقة. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني في سرعة التشكل والسرعة الحجمية للتشكل. طريقة الاستنتاج هذه دايما راح تكون مباشرة، علاش؟ باسكو نستعملو في بيان معين. ومن بعد تلقاوني في الجزء الرابع بإذن الله، رايحين نهضروا على سرعة الاختفاء والسرعة الحجمية للاختفاء بإذن الله بطريقة مباشرة.